والكل في فاس ما تنقولوهاش غير عبثا. الدليل اليوم مع ضيفة ليلى حدوي فخرة الأزياء التقليدية. صباح النور مرة أخرى ليلى، ما شاء الله عليك. ليلى اختك، وحقيقة أنا فاش شفت اللبسة القفطان الرائع فريمون حسيت فريمون كان كان النخوة ديال الخوا المغربي، وكاين ايادي فاسيه والخدمه، وفرحانه اللي غنستضيف وغنقدم للمشاهدين مريم بن شريف. مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزام. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. مريم بن شريف جيتينا من فاس، وكنشكرك على تحمل هاد السفر، وجبتينا لا كوليكسيون الاخرى ديالتك اللي هي كل وحده بلون وشكل وثوب مختلف. تكلمينا على نفسك مريم بن شريف والعالم الأزياء ديالك. اولا شكرا على الاستضافه. مرحبا مرحبا بك. دخلت لهذا الميدان ديال الخياطه ديال القفطان اون جينيرال. بن شريف معروفين بلا كرياسيون دي تيسو. عندي الوالد ديالي تخصص في كيبيع الباسي، والوالده ديالي هي اللي بدات الخياطه هذه 20 عام. انت حملتي المشعل ديال الاب ديالك والام ديالك، جمعتهم بجوج ودرتي اللباس التقليدي بالاسم ديالك. دوك غادي نشاهدوا العرض اللي مقترحه على المشاهدين هذا الصباح هذا. مع هذه اللبسه الاولى اللي غادي نشاهدوا هي هاد اللبسه، تا هي فريمون تري جولي، عجبني هاد اللون وعجبني حتى المزيج ديال الاثواب اللي استعملتي والاحجار. تكلمنا على هاد لي 3 بياس. ياك 3 بياس هادي؟ نو سي اون دو بياس. دو بياس سي تول برودي افيك دو بروشي سوا، مخدومه بزواق المعلم، وكلها عامره بالاحجار والزواق المعلم. باش نزيد من هذوك الحجيره جاو بحال سنسلات، يعني سي اون كونتينيتي ديال 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 بحال شي سنسله ان اكسسوار محطوط فوق القفطان. دونك سي دي بياس اللي كديري بيان سور كيكونوا خاويين سامبل. وي كيكون سامبل. وي سي سامبل وخدمناه ومنبت وفيه زواق المعلم. تبارك الله عليك. افيك مضمه بزاكسسوار. مانيفيك. لا توني انا كنبغي ننصح المشاهدين اللي كيشاهدونا دائما خصكم تلبسوا اللبسه قبل ما تحكموا عليها، حيت اغلبيه ديال الباسي فاش ما تيكونوش ملبوسين ما تيعطيوش بحال فاش كتكون اللبسه ملبوسه. دونك نكملوا العرض الازياء مع هذه اللبسه الثانيه اللي مقترحه علينا مريم، اللي هي هذه اللي ان بو بلو نو سي ان بروشي. سي ان بروشي دوري طرزتو بالبلو بلو روي. سي ان بتي كوتي مودرن فيها ان ميم طون تراديسيونيل. وي اكزاكتومون. هاد لا كوليكسيون كلها درتها في الديفيلي ديال باريس. بينت لهم بلي تيسو اللي هما اوروبيان ديالهم. تنحسوا بان كاين ابداع، كنحسوا بان كاين خدمه، كنحسوا بان كاين اجتهاد. كاين جرأة كذلك. اجتهاد في الاختيار لي بلوم مع الحجر مع البروشي دو سوا مع حتى لي كولور. تبارك الله عليك مريم بن شريف. واش لو فات اللي انت دابا مثلا عندك خبره في الاثواب مع الاب ديالك، واش كيسهل عليك باش ديري القفاطن، ولا هذه هوايه كانت عندك؟ هي هوايه دائما، لان عشت في هذا الميليو هكا لابد ديال كيعجبك القفطان المغربي. اون في دي كرياسيون دونك ولا بدا كمشيت في هذا الاتجاه. ما تديش منافسه لماماك مثلا؟ لا كنخدموا اون ايكيب انا وماما. دونك تحيه لكم انا وياها بيان سور. تحيه لهم. ليلى شوفي معايا المدمة شحال حلوه. هذه دو بياس دو كريب جورجيت كلها مخدومه بالبيرلاج وبالاحجار، وتاهي فيها هذاك لا بوند ديال لي بلوم من التحت. عندي واحد السؤال اللي دائما تيكون عندي تنطرحوه مع الدهن ديالي، تنقول بان الناس اللي كاينين في فاس يمكن تكون عندهم سهوله في الايادي الرائعه، ولوج الايادي الرائعه، يعني الصناع التقليديين الصناع. واش هذا صحيح ولا غلط؟ ولا بدا عندنا فاس معروفين بالخدمه بلافينيسيون، بالخدمه المتقونه لا صناعيه ولا الطرازات ولا اون جينيرال. عندنا لافينيسيون دونك تكونوا انتم بيتيتر انتم بيتيتر الاولين في التقنيات ولا في لي نوفيل توندونس ديال الطرز. Ça dépend. Ça dépend de quel maillot. Ça dépend de quel maillot, ça dépend de la création aussi. Donc, les vraiment qui font que ce que tu vois, mais quand même, je sais pas ce que tu vois, mais le bout ça, c'est du deux pièces. Deux pièces et en tulle brodée aussi avec du brochet.
اي ونبتا كلها بلي بيرل و فلتاه درتي لي سوكان ولا شنو؟ اي درتي لي سوكان فمعنا دونك مثلا دابا هذوك لي سوكان بحال درتيهم بحال اون بوند ولا درتي وحده بوحده؟ لا وحده بوحده مصوبين باليد. داكوغ والخمه فيها ما شاء الله عليك حتى اختيار الالوان زوين بزاف. الله يبارك فيك. مضمات دائما فيهم النحاس هذوك اللي تخدمي؟ نو سي دي اكسسوار اون بلاكي اور. بلاكي اور داكوغ. كيفاش كانت التجربه ديالك في باريس؟ باسكو سمعت قلتي بان كان عندك عرض ازياء في باريس، شنو كان واش كان اقبال على هذا اللباس ديالك؟ واش شنو هو الاقبال اللي كان عندك؟ هو كان تحدي بالنسبه لي باش نكون كانت اول مره؟ وي اول مره، اول ديفيلي واول بديتي بباريس. بغيت ما شاء الله عليك بعاصمه الموضه. اكزاكتومون دونك سيتي تحدي كيف قلت لك بالنسبه لي باش نكون في وسط مصممين معروفين كبار وباش نقدموا القفطان المغربي ويبقى في المستوى. دونك ليلى ما كرهناش نشوفوا حتى القفطان ديالك لانه تحفه تحفه ما شاء الله. نشوفوا من بعد هذه اللبسه هذه. تنشد بان هنا في سيد لاسوا اللي استعملتي في هذا الثوب هذا القفطان هذا ياك؟ وي سي لاسوا امبريمي بلوس لا دونتيل اي كريب لامي تا هو من التحت مخدوم بلا برودري ومنبتين بالاحجار. هي سهله هاد لاسوا باش تدغي كتمزق لها؟ وي الي فراجيل بيان سور ولكن تتكون عاوتاني ولكن لاطومبي ديالو الفا ديالها من خويا عاود ما كتحس حتى فاش السيده كتكون غاديه كنحسوا بلا فلويديتي ديال دابا رجعت لا سوا امبريمي رجعت دارجه الموضه بزاف بزاف. نقدروا نقولها حتى المشاهدين اذا كانوا كيبغيو يصوبوا ان كافطون ولا هي ولا دونتيل اوسي لا دونتيل رجعت لها الموضه تاع هي. البروشي دو سوا تا هو راجع الموضه بزاف سيرتو داك اللي كيكون فريمون طايح تقريبا ماشي بحال حتى هذا سي مخلط فيه هذا البروشي دو سوا سي ان بروشي دو سوا فوالا ياك سي ان بروشي دو سوا دونك غادي نشوفه معك بالتدقيق من بعد فاش تعرضي على المشاهدين الكرام في هذا عرض الازياء اللي من توقيع مريم بن شريف. تفضلي ليلى. لا قبل من هذا سميره غادي نشوفوا اخر لبسه اللي مقترحه علينا وعاد ديك الساعه كيف قلت لك نسالي بالبيض واخا لا نيت حيت هذه لبسه ديال العروس يظهر لي فوالا اللي لابسه انت كنظن ياك مريم هذه اللبسه اللي لابسه انا ديال العروس. وي اكزاكتومون. دونك نرجعوا للبسه اللي مقترحه علينا هي بلوس موديرن. Oui. عباره بحال روب كافتان. Oui, exactement. La coupe un petit peu cintrée et pas très vasée. Donc, هذه مخدوم سيتول برودي مخدومه بالصفيفه كلها بالمهرس. Très joli. Fait à la main. درتي كلها. Avec des transferts et des broches هكا en pierre. وهذوك المضمات اللي عندك هي داكشي اللي تدير في المضمه يعني النحاسه قالت لك سي في مصوبه باليد حتى هي مصوبه باليد ومشلا بالذهب باش ما تكحلش بها بيان سور ودكت بها دي بروش كامسا. تبارك الله عليك. دونك نبين للمشاهدين اخر لبسه اللي هي هادي و تكلمين عليها مريم بن شريف. طبعا تكلمين على قلتي لنا ديجا بانها مصوبه بالبغوشي ياك هادي بروشي دو سوا تيلمون لو موتيف عجبني ما بغيتش ندير فيه شي حاجه اللي تشد الزواقه ديالو. دونك خدمت الزواقه ديالو كلها باليد من بتا دازت على اللبسه كامله ابخي درت لها داك لي بروش تخوا بياس هنا يبان لي هي تخوا بياس بروشي اي كريب دو كريب جورجيت اي تليجه دو سوا اللي جات تجي من خويا تاعي غزاله توب راقي جدا وعنده علاقه مع التقاليد المغربيه زماني توب زماني حتى الخدمه اللي كاينه في لي مانش اللي كتشوفوا سفيفه مطروزه هي والمضمه دونك خدمه اسي هذه لبسه ديال العروس ياك مريم بيان سور الي سبيسيال تري سبيسيال واتت ليلى حديوي وليلى واتت حتى هي ما شاء الله عليك مريم بن شريف. شكرا بزاف مثل بيد دعوه صباحيه الدوزام تحمل عناء السفر من عاصمه الثقافه والانوار هنا بالمغرب مدينه فاس. تحيه ليك ولعائلتك وتحيه لسكان مدينه فاس والصناع التقليديين ديال مدينه فاس اللي يخطيهم علينا. شكرا لك مره اخرى وشكرا لك ليلى اللي قلبي لنا وتقومي بعمليه تنقيب على هذه الايادي والانامل الذهبيه. المشاهدين صباحيه الدوزام لاوفياء مشاهدين صباحيه الدوزام يسالوا
شكرا لك مرة شكراً أخرى. نبقاو معنا مشاهدينا نمشيو للحظة اللي آخر فقرة من صباحية الدوزام، ما غنبعدوش كثير من فاس، غادي ندوزو العاصمة الإسماعيلية مكناس مع ضيفة ليلى الشوي فقرة نجوم ونجوم.